خلينا نسال حضرتك في البداية دكتور يحيى، احنا تقريبا لغاية دلوقتي حققنا ايه ومصر حققت ايه للقضاء بالفعل على فيروس سي؟ طيب هنقسمها للمرحله الاولى باختصار وناتي منها اللي انت قلتي عليها، ان في القبله كانت عندنا ان عدد مرضى فيروس سي كتير جدا، وكان عندنا النسب اللي محتمله للاصابه عاليه قوي، اكتر من 10%، وكانت بالنسبه لنا كارثه في مرض منتشر بهذه الدرجه، دواءه ما كانش فعال قوي وكان غالي جدا، لحد ما تم اكتشاف الدواء. اول ما اكتشف واستخدم في الخارج استخدم في مصر على طول. وكانت المرحله الاولى ان الناس اللي عارفه انها عيانه تخش على الكمبيوتر على النت، تخش على الشبكه الرئيسيه وتقول انا عيانه عاوزه اتعالج، تتوزع وتاخد علاجها. ودي في سنه او سنه ونص قدرنا نعالج هؤلاء المرضى اللي هم فوق المليون. القصة ما وقفتش عند كده بقى، ودي كانت بمبادرة السيد الرئيس اللي قبلها فكرة، وبعدين اتقلت في مراحل، اللي هو ان انا احنا عارفين ان 15-20% بس من المرضى هم اللي عارفين انهم مرضى، والباقي ما يعرفوش لانه المرض من غير اعراض الا في المراحل المتقدمة، وبالتالي في المراحل الاولى مش معروف، فلازم انت تروحي له. كان علشان تروحي له محتاجة حاجتين، التاني هو عيان ويجي مستعد يستنى في الطابور علشان اللي موجود أقل من المتاح، لكن الحمد لله خلصنا منهم. الباقي أنت رحتي له بقى بنفسك وقلت له أنت عيان، فما ينفعش تقولي لي بس استنى ما أجيب لك الدواء. فكان لازم عشان تتم المرحلة التانية يبقى الدواء متوافر ومتوافر بكثرة، بحيث أن أي واحد أنت تنعتيه بأنه أصبح من مواطن عادي إلى مريض، وأنا بقول له أنت مريض عشان ما يبقاش وادي دواك، لازم أسلمه له في نفس الوقت. وده اللي اخر شويه المرحله الاولى او في القبله ما كانتش ماشيه مظبوطه، لحد ما نيجي للي احنا فيه بقى، اللي هي المبادره بتاعه السيد الرئيس، اللي هي المبادره ال 100 مليون صحه. المبادره دي ابتدت على ثلاث مراحل، المرحله الاولى كانت عدد من المحافظات شهرين، والمرحله الثانيه، وابتدينا المرحله الثالثه. اللي احب اقوله ان يعني دلوقتي انا احب اقول للناس واحنا كمان مستغربين، انه الفلو او المرضى اللي بيجوا في المرحله الثالثه اضعاف اللي جم في الاولى والثانيه، اقبال شديد، بمعنى احنا مقسمين ان احنا عاوزين مثلا هنعالج نقدر 50,000 في اليوم، بيجي لنا 100,000. في ارقام يا دكتور تعدت المستهدف من اليوم؟ لا مش تعدت، ده في الدقهليه 100% في المية هي اللي مستهدف، وصلوا 250%، يعني انا عاوز واحد بيجي لي 2.5. ده ناتج من ايه؟ انا في رايي حاجتين، اولا المحافظات دي هي اعلى نسبه اصابه، بالذات لو قلنا الدقهليه والشرقيه، وده بناء على الارقام. نمره 2، الناس دي يا عيني بقى لها 5 أشهر مستنيه الدور. المرحله الجايه كل المحافظات التانيه وهم نفسهم. نمره 3، شافوا فوائد المرحله الاولى والثانيه، اللي في المرحله الاولى ده متشكك، ده بيقولوا بس ده هيخرم صباعك، ده مش هيديك دواء، ده هنقف في طوابير. ومعتمد على الدعايه. المرحلة الثالثة لا، هو سمع بقى من ابن خالته وبنت خالته اللي في طنطا وابن خالته اللي في هنا، ده انا رحت وطلعت سليم، فده عاوز يطمن، ده انا رحت وطلعت عيان واخدت دوايا وانا الحمد لله في الشهر الثالث، فخلاص ده مش مستني. بشكل مجاني وسريعة ومنضبطة، ويعني بصي مش انا اللي بقوله له، جاره او زميله صحيح. او قريبه صحيح. فهو ده السبب في الاقبال الشديد ده. احنا وصلنا لايه؟ احنا وصلنا امبارح لحد ارقام امبارح 37 مليون مواطن تم فحصه، طلع منهم حوالي 4-4.5% ايجابي. وبرضو انا احب اعيد الجمله دي تملي، الايجابي ده معناه انه في يوم من الايام اصيب بفيروس سي، ليس مريض. اللي طلعوا دول 1,650,000 دول ايجابيين، مش لازم مرضى، دول بيتحولوا للجان يتعمل لهم البي سي ار. اللي طلع اصيب يعني يا دكتور كان عنده الفيروس او عنده يعني اللي خف هيفضل الاجسام المضاده ايجابي، يخف لوحده دول نسبه قليله، يخف بالدواء. في الحالتين ايجابي، في الحالتين هيفضل ايجابي ليوم الدين، عشان ما يروح يعمله تاني ما يقلقش، اصل بيروح يقول لك ده انا كنت خفيت ورجع لي، لا ما رجعلكش يا حبيبي، هتفضل الانتي بودي. عشان كده احنا لما كان مؤتمر الدول العربيه بتاعت ان احنا بنقول يلغوا الانتي بودي ويعتمدوا على البي سي ار في التوظيف، لان كل اللي اتعالج الانتي بودي بتاعه بوزيتيف، فهيفضل بوزيتيف بتحلله له ليه؟ هو عارف انه بوزيتيف، لكن ده ليس مريض. ال 1650 مليون و650 الف دول طلع 71% منهم هم اللي مرضى، هم دول اللي عندهم البي سي ار، اللي هم حوالي 1,170,000، ده لحد امبارح بالليل. من دول 465,000 خدوا علاج.